تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. سلام الله عليكم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، مرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج استوديو الرياضة، موعدكم الرياضي نهاية كل أسبوع بعد موجز الساعة الخامسة إلى حدود الساعة السادسة لتقريبكم من أبرز أهم وأخر الأحداث الرياضية. فريق البرنامج يسعده أن يخدمكم في هذه الحصة التي نتمنها مميزة أكيد، خصوصا وأن التطرق خلالها سيكون لرهان من الرهانات التي تنتظرها الرياضة المغربية، الألعاب الأولمبية التي تنطلق رسميا الجمعة القادمة أو ربما الأربعاء القادم، على اعتبار أن دورة كرة القدم في أولمبياد باريس تنطلق الأربعاء القادم. في خدمتكم مخرج عدد اليوم زميلنا حمزة، زميلنا مصطفى في تأمين المكالمات هنا في الأستوديو، لخدمتكم زميلي علي صلاح الدين، محدثكم الحسن جابري. مساء الخير علي. Bonsoir Hassan, bonsoir à tous. Effectivement, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Média pour parler sport lors de cette émission particulière, l'avant-dernière avant le début des Jeux Olympiques à Paris. On va s'intéresser bien évidemment à tout ce qui entoure le sport marocain qui va entrer dans le vif du sujet à partir de mercredi pour le football et vendredi pour le reste des disciplines. On va s'intéresser à l'arrivée des athlètes dans le village olympique. Il y a pas mal de représentants du drapeau marocain dans les différentes disciplines, Hassan, et on espère bien évidemment qu'il y aura pas mal de chances de médailles. يتألقون هناك في الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، أكبر محفل رياضي عالمي، الألعاب الأولمبية كل أربع سنوات، انتظرناها لثلاث سنوات على اعتبار أن النسخة الأخيرة أقيمت بطوكيو بعدما تأجلت لسنة كاملة، والظروف التي أحاطت بتنظيم ومشاركة الأبطال المغاربة في هذه النسخة الآن الظروف عادية. يسعدنا أن نستضيف مباشرة من القرية الأولمبية من العاصمة الفرنسية باريس المدير التقني المغربي باللجنة الوطنية المغربية الأولمبية حسن فكاك. سي حسن أهلا ومرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة. أهلا سي حسن، أهلا سي علي، شكرا على الاستضافة، كنحييكم وكنحيي جميع المستمعين ديال راديو ميديا، شكرا و مرحبا. شكرا شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. كنا تواصلنا بالأمس قال لي سي حسن بأنه لا تنسيون مونت، يعني التوتر يزداد وربما حجم الضغط يزداد مع اقتراب الألعاب الأولمبية، خصوصا مع العطل التقني العالمي الذي تأثرت به كبريات الشركات، تأثرت به أيضا اللجنة المنظمة في أولمبياد باريس، تتواجد حاليا سي حسن في القرية الأولمبية. وضعنا بداية في الأجواء لوصول أول الرياضيين، انتوما كنتوا أول الواصلين أكيد من أجل استقبال أول أبطال المغاربة والرياضيين المغاربة اللي غيشاركوا في الأولمبياد. وضعنا في الصورة بداية قبل أن نتطرق للحديث عن المشاركة المغربية. فعلا بدا الوصول للقرية الأولمبية، بدات بزاف ديال الوفود كتوصل. الوفد المغربي وصل اليوم في بعض الرياضيات، بعض الرياضات الفريق ديال اللجنة الأولمبية وصلات هذه واحد خمسة أيام قبل باش نهيئوا باش نوجدوا الباتيمة اللي غيكون فيها الوفد المغربي، ونقضيوا جميع الأغراض الإدارية والتقنية واللوجستيكية باش ملي يجيو الأبطال ديالنا يلقاو كل شيء الحمد لله موجود. فاحنا احنا مستعدين باش نستقبلوهم. اليوم وصل عندنا الوفد ديال الملاكمة، وصل الوفد ديال سبور إيكيست، وصل الوفد ديال المسيفة ديال بيتش فولي، ومن هنا ال 25 غادي يوصلوا وفود أخرى إن شاء الله ديال المغرب، رياضات أخرى ديال المغرب إن شاء الله. فكنتمناو أن الأمور تدوز في أحسن ما يرام. على أي حال الاستعدادات والاستقبال ديالهم في القرية الأولمبية احنا موجودين باش نستقبلوهم ان شاء الله. بالنسبه للجو بشكل عام دابا كنحسوا بان كاين دابا لا طونسيون كيف ما كنقولوا، التوتر بدا كيطلع، لان حتى لي زوطر ديليغاسيون بداو كيوصلوا، وبدات شويه ديال الموفمون، وبدات شويه ديال تيستي لو سيستيم لوجيستيك ديال
التنظيم العام هنايا الباب كيف ما ذكرتي كان مشكل ديال لا كونيكسيون وكان مشكل في الانترنت وكان مشكل كذلك في الانفورماتيك. اذا خلق مشكل بزاف ديال لي ديليغاسيون اللي وصلوا فحنا عانينا من هذا المشكل لان كنا محتاجين certaines accréditations, ولكن الحمد لله الامور كيف ما كنقولوا سي ارانجي اي تو فا بيان بور لانستون تماما. وهذا هو المهم أن الجميع يكون في ظروف جيدة. نبدأ الحديث الآن عن هذه المشاركة المغربية في هذه النسخة من الأولمبياد، نسخة عادية صحيح التحضير لها تقلص لثلاث سنوات على اعتبار أنه أولمبياد طوكيو أقيمت في العام 2021 الظروف المعلومة جائحة كورونا. الآن مشاركة مغربية جديدة، طموحات كبيرة، عدد الرياضيين 60 رياضي بما فيهم 18 نقول رياضيا وممثلا في كرة القدم المنتخب الوطني المغربي الأولمبي الذي سيكون أول من سيدخل حلبة التباري الأربعاء القادم. نتمنى له التوفيق أكيد لطارق سكيتيوي وباقي المجموعة المغربية. يعني بهذا الحجم 60 رياضي، كيفاش حاولتوا تواكبوا يعني مجموعة الرياضيين بالتنسيق مع الجامعات، لأنه هذا هو الدور الأساسي ديال اللجنة الأولمبية من أجل وضعهم في ظروف استعداد أفضل من أجل الوصول للبوديوم الأولمبي؟ فعلا سي حسن هذا سؤال مهم بزاف. بالنسبة للجنة الأولمبية كيفاش واكبت الجامعات، بدينا المواكبة في مع الجامعات تقريبا في شهر 9 2021 اللي رجعنا من الألعاب الأولمبية ديال طوكيو. والسؤال اللي طرحنا للجامعات وهي كيفاش ولا أي أحسن طريقة باش نهيئوا الأبطال ديالنا لتأهل الألعاب الأولمبية ديال 24، وطلبنا منهم المشروع الرياضي ديالهم. أشنو كاين في هذا المشروع الرياضي ديال الجامعات؟ فيه أولا لائحة ديال الأبطال، لان الجامعات هما اللي مسؤولين على لا سيليكسيون على التنقيب ديال الابطال في اللائحه ديال الابطال. بالطبع حنا كنعطيهم بعض المعلومات، كنعطيهم ما كنقولوا الراي ديالنا، لان عندنا واحد لا سيليب دو في اللجنه الاولمبيه اللي كتدرس الباركور ديال اي بطل مغربي، النتائج ديالو، لا بروغريسيون ديالو الى اخره. كنعطيهم معلومات وكنقول لهم فوالا المعلومات على الابطال ديالكم، وانتم خذوهم بعين الاعتبار باش ديروا اللائحه ديالكم. بالاضافه للائحه ديال الابطال كيعطيونا اللائحه ديال الطاقم التقني، كيعطيونا كذلك البرنامج ديال التربوسات داخل المغرب او خارج المغرب، وكيعطيونا كذلك البرنامج ديال اللقاءات الدوليه اللي غادي يشاركوا فيها الابطال ديالنا. حنا كندرسوا مع الجامعه هذا المقرر الرياضي، كنديروا مع كنحاولوا باش هذا المقرر يكون كويرون، يكون مبني على اسس صحيحه وعنده اهداف ديالو. وملي كان اللجنه الاولمبيه كتتفق مع الجامعه كنسني واحد لا كونفونسيون، واللجنه الاولمبيه كتمول هذا البرنامج الرياضي ديال الجامعه، والجامعه كتبقى هي اللي كيف ما كنقولوا سوفغان، هي اللي مسؤوله على التهيئ ديال الابطال ديالها. ولكن كتبقى المتابعه من اللجنه الاولمبيه لانها تمنح الدعم. بيانسير كنديروا معاهم المتابعه، كنعطيهم المعلومات، كنبقاو معاهم على اتصال، يعني تقريبا مره في الاسبوع كيكون عندنا لقاء مع الجامعه باش نشوفوا باش نديروا المتابعه ديال البرنامج ديالهم، واش التربوسات داروا، واش اللقاءات شاركوا فيهم الابطال، واش الاهداف وصلوا ليهم ووصلوش ليهم، شكون قريب من التاهل الى اخره. بالاضافه لهذا التمويل ديال البرنامج اللي كتقترح الجامعه، نقدموا خدمات مباشرة للأبطال ديالنا. أشنو هما هذه الخدمات؟ مثلا كنقترحوا عليهم ولا اقترحنا عليهم منذ 2021 المواكبة الطبية، يعني كاين طبيب اختصاصي في الطب الرياضي عندنا في اللجنة الأولمبية اللي كيتصلوا به ولا كيدير تتبع ديال جميع الأبطال اللي داخلين في البرنامج الرياضي، كدير لهم دي تشيك اب ميديكو، الى كدير لهم لا بريفونسيون كيف ما كنقولوا، الى كانوا دي بليسور كيديروا لهم كذلك لي سوان. بالاضافه ديال الطبيب كاين فيه اختصاصيين في الكينيزيوثيرابي في الاوستيوباتي اللي كيكونوا راه الاشاره ديال الابطال ديالنا، واللي كيواكبوهم واللي كيتابعوهم واللي كيخدموا معاهم طول السنه.
يعني متابعة، يعني متابعة من جميع النواحي، نفسيا طبيا فعلا وحتى من الجانب طبعا الرياضي، يعني نقولوا متابعة علمية رياضية بهذا المفهوم، لأنه في نهاية المطاف الهدف هو التأهل، هو الوصول للبوديوم الأولمبي. ربما نحرق شي شوية المراحل، كنتوا كتوقعوا تحت إشراف الجامعات أنكم توصلوا للتواجد في 19 النوع الرياضي اللي هو حاليا العدد ديال الأنواع الرياضية اللي غتنافس فيها الرياضة المغربية. طموحاتكم كانت أكثر قل أو ربما وصلتوا المعدل؟ بالحقيقه وصلنا المعدل، الطموحات ديالنا ديما كتكون اكثر، ولكن هذه الدوره باش ناهلوا 19 رياضه فهذا انجاز كبير. سي كيف ما كنقولوا سي بروميير باش المغرب ياهل 19 رياضه. هذا كيعني بان العمل المواكبه العالم العلمي المواكبه العلميه كيف ما قلت لي كتعطي نتائج ديالها، واخا كنتظروا ديما اكثر فكنشوفوا بان كاينين نتائج. لان ما ننساش نقدر نضيف واحد ثلاثه ديال النقاط. تفضل. هاد الاولمبياد ديال باريس 24 من ضمن الخدمات اللي دينا للابطال ديالنا وهي المتابعه الذهنيه وكذلك المتابعه الاختصاصيين في التغذيه، وهذه مهمه بزاف لان ساعدت بزاف ديال الابطال باش اما تكون عندهم تغذيه رياضيه ذو مستوى عالي ولا كتكون عندهم تغذيه متوازنه اللي كتحافظ لهم على الوزن ديالهم بالاخص بالنسبه للرياضات اللي كيكون عندهم الوزن. وثالث نقطة وهي المواكبة في المنح الأولمبية. هذه الفترة هذه من تقريبا شهر 9 2022 اقترحنا منح تقريبا واحد 60 بطل اللي كانوا في البرنامج الأولمبي اللي استفدوا من المنح، اللي كانت هذه المنح سوفوك دو كاتيجوري. كاين كاتيجوري أ اللي فيها 10000 درهم شهرية، كاين الكاتيجوري بي اللي فيها 6000 درهم شهرية، والكاتيجوري سي اللي فيها 3500 درهم شهرية، واللي كتمشي عبر الرصيد البنكي ديال البطل مباشرة. وبالإضافة لهذا يعني لا بورس المنحة اقترحنا واحد لابليكاسيون اللي كيعمروها الابطال ديالنا كل اسبوع. هاد الابليكاسيون فيها بزاف ديال المعلومات على التدريب ديالهم، على التهيئ ديالهم، على شحال ديال السوايع كيترينو سور البلان تكنيك، سور البلان فيزيك، على واش كانوا دي بليسي، واش كانوا دي سوا. وهاد المعطيات كلها كنجمعوها وكل اربع شهور كنديروا واحد التجمع ديال الابطال ديالنا كاملين مع الادارات التقنيه ديالهم، مع الاكاديميه ديالهم. وكنعطيوهم الحصيله، كنعطيوهم البيلون ديال هاد ولا لاناليز ديال هاد لي دوني اللي جمعنا في المده ديال الاربع شهور باش يعرفوا فين غاديين، وشنو هو الامور اللي قدروا يحسنوا، واش كاين شي بروغريسيون، واش كاين شي ستاغناسيون، واش كاين شي ريغريسيون، ولا كانت ريغريسيون اشنو هو السبب، واش نقص ديال التدريب، واش كاين دي بليسيور، واش كاين شي مشكل اخر، باش نلقاو ليه الحل ديالو. وكان بيناتنا التبادل مع الطاقم التقني ديال الابطال ومع الابطال في هذه المده ديال اربع شهور يوميا، ولكن كل اربع شهور كنتلاقاو. وفي نفس المناسبه كنديروا لهم الحصيله ديال البيلون ديالهم ديال اربع شهور، ولكن في نفس الوقت كيشوفوا الطبيب، كيشوفوا المسؤول على التغذيه، كيشوفوا البريباراتور مونتال، كيشوفوا الكينيزيثيرابيوت، كيشوفوا البودولوج. يعني تقويم دوري من جميع النواحي حتى يكون البطل في أتم الاستعداد، يعني للتألق والاستعداد والحضور في اللحظة في اليوم اللي غيخوض فيه التباري، ويكون مستعد من جميع النواحي ذهنيا بدنيا، وأيضا قراءة الخصوم ذكرتي من ناحية التغذية، يكون الأمور مضبوطة على النحو العلمي الرياضي. معي في الأستوديو زميلي علي صلاح الدين غيشاركنا الحوار، سي حسن أكيد. Oui, effectivement, on parlait de cette préparation et de ce suivi pratiquement hebdomadaire des athlètes pendant toute l'année avec justement cette bourse, et on voyait comment les athlètes pouvaient rester compétitifs ainsi que suivre une diète assez précise pour arriver dans les meilleures conditions pour les Jeux Olympiques de Paris. Et il y a autre chose maintenant que l'athlète se retrouve aux portes de la compétition, il y a aussi un encouragement financier par rapport à la prestation, car en plus du fait du prestige de la médaille, qu'elle soit de bronze, d'argent ou d'or, il y a aussi une prime qui est consacrée par rapport au CNOM. C'est aussi un budget important et prioritaire pour le comité national marocain olympique. Hassan Fkak. Oui, tout à fait, c'est Ali. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une agence américaine qui a fait un sondage sur les plus grandes primes octroyées par les pays.
Et le Maroc arrive sur la plus haute marche avec, je pense, l'Indonésie et un autre pays. Il y a trois pays au monde qui donnent... Je pense la Malaisie, non? Oui, la Malaisie, Malaisie et la Serbie, oui. Voilà. En tout cas, le Maroc, moi j'ai retenu que le Maroc, parce que voilà, j'étais fier et j'étais aussi impressionné de savoir que le Maroc aujourd'hui est le premier pays au monde à offrir une telle prime de performance. C'est-à-dire que la médaille d'or peut rapporter une prime, enfin c'est pas que peut rapporter, rapporte une prime de 2 millions de dirhams. Une médaille d'argent rapporte une prime de 1 250 000 dirhams. Une médaille de bronze, 750 000 dirhams. Pour vous donner une idée, la prime pour la médaille d'or chez les Américains, elle est de 37 000 dollars à peu près. Donc vous voyez. Et en plus de ça, on donne des primes, même si l'athlète se classe de la 4e place à la 32e place, à condition qu'il gagne un tour ou qu'il soit à un certain classement selon le nombre de participants dans l'épreuve, il peut recevoir une prime. Et les primes sont pour les athlètes et également les entraîneurs, tous 50% de la prime. Et la prime de l'entraîneur peut être cumulable. Ça veut dire qu'un entraîneur qui a un athlète qui fait, ou qui a deux athlètes qui font deux médailles d'or, ben lui, il va recevoir pratiquement 2 millions de dirhams de prime. Parce que c'est 50% de chaque médaille. Voilà, donc pour dire que le Royaume du Maroc, un, il a mis les moyens pour soutenir la préparation des sportifs, et deux, il a donné des bourses depuis plusieurs années, des bourses mensuelles pour, je dirais, permettre aux sportifs de ne pas être dans la précarité, de se préparer dans de bonnes conditions, et bien sûr, il y a les primes. Je peux vous donner aussi d'autres chiffres rapidement. Nous avons pratiquement, le comité olympique a financé pour les fédérations pratiquement 4517 jours de stage, et nous avons financé 560 compétition internationale. Donc voilà, il y a les moyens. Je vais être sincère avec vous, ce n'est pas suffisant. Nous avons encore quelques points sur lesquels on peut progresser pour encore améliorer نو واكيد نتمنوا هذا الشيء يتحسن هو المأمول. سي حسن هذا يقودنا التحفيزات اكيد تقودنا الحديث عن التنافس الرياضي حتى حدود اللحظه في تاريخ مشاركه المغرب وحدها رياضة ألعاب القوى والملاكمة استطاعت أن تدخل المغرب لسبورة الميداليات أكيد بنصيب وافر الألعاب القوى ونفخر بأبطالنا في ألعاب القوى آخرهم بداية بنوال متوكل في أولمبياد لوس أنجلوس وآخرهم سفيان البقالي في الأولمبياد الأخير بطوكيو. حجم التطلعات وربما بواقعية كبيرة، هل تتوقعون أن تدخل رياضات أخرى لصبورة الميداليات؟ وعلى من تعول بالأساس الرياضة المغربية يعني باستشارتكم للجامعات من أجل الحصول على ميداليات سقف التطلعات ديالكم في هذه النسخة؟ وعلى من تعول بالأساس الرياضة المغربية من أجل دخول صبورة الميداليات في هذه النسخة؟ بكل صراحة سي حسن، كيف ما كنقولوا كنشوفوا النتائج هما اللي كيدعوا على البطل. كنشوفوا النتائج ديال الابطال ديالنا اللي حققوا ميداليات في بطولات العالم في 2023 وفي 2024. بالنسبه لنا كنقولوا بان هذا البطل اللي حقق ميداليه في بطولات العالم عنده المؤهلات باش يحقق ميداليه في الالعاب الاولمبيه، لانه غيواجه تقريبا نفس الخصوم اذا غير كيف ما كنقولوا خاص يكون في الفارو، خاص يوصل في التهيئ ديالو يكون في الموعد كيف ما كنقولوا، وهذه ديال باش يكون في الموعد كيف ما كنقولوا سي با اون سيونس اكزاكت، فديبون على بزاف ديال العوامل. اذا كنقولوا عندنا ابطال مغاربه اللي عندهم مؤهلات في الملاكمه، عندنا خديجه المرضي بطله العالم في 2023، عندنا كيف ما ذكرتي سفيان البقالي تبارك الله عليه بطل العالم بطل اولمبي، عندنا كذلك فاطمه زهراء ابو فارس، رمزي بوخيام اللي دار ميداليه فديه في الالعاب العالميه ديال 24 سابقه في تاريخ ركوب الامواج في المغرب، تنوي كياك مؤخرا في 2023، عندنا فاطمه زهراء قزقادي اللي دارت ميدالي دو برونز في الشامبيون دو موند ديال الماراثون، عندنا كذلك فاطمه زهراء ابو فراس اللي دارت ميداليه ذهبية في الألعاب الأولمبية ديال الشباب،
عندنا مجموعه ديال الابطال. عندنا حسام الكرد اللي دار ميداليه فضيه في بطوله كاس العالم في 2022. اذا عندنا ابطال اللي حققوا ميداليات بطوله العالم. اذا كنقولوا لوجيكمون هاد الابطال عندهم مؤهلات باش يديروا ميداليات، اذا خصهم يكونوا في اليوم ديالهم. وعندنا كذلك ابطال اللي داروا تهيئ اللي اجتهدوا وداروا تهيئ يعني مهم بزاف، يقدروا يخلقوا المفاجاه. ولكن على العموم باش نقول لكم بان المشاركه في الالعاب الاولمبيه بنفسها راه ستون بيل بيرفورمانس، لان الالعاب الاولمبيه ما بقاتش سهله باش يشارك فيها الواحد. يشارك فيها اما كيكون بطل بطل افريقيا، ولا كيكون عنده يعني الترتيب العالمي بين ال 20 الاوائل عالميا ولا على المستوى الاولمبي. اذا حتى المشاركه ما بقاتش سهله في الالعاب الاولمبيه، واللي تنظم الالعاب الاولمبيه وصل عن جداره واستحقاق، يعني اما كان هو لو نيميرو 1 لافريك ولا كان باغمي لي 20 بروميي في الكلاسمون مونديال. فاذا هذا شرف كبير اللي حنا كنتمناو ان يكونوا ميداليات بالضبط، ولكن كنشوفوا بان حتى الوصول للمشاركه ديال المغاربه ديالنا راه، وكنتمناو باش يكون مشاركه كتشرف المملكه المغربيه ونعتزوا بالابطال ديالنا، لان ماشي سهله باش توصل وتشارك دابا في الالعاب الاولمبيه. وي افكتيفمون سي حسن فكاك جوستومون 60 سبورتيف لي ماروكان فون لي سويفر افيك اتونسيون على لوكازيون دو سي جوز اولمبيك افيك سي ديفيرونت ديسيبلين. اي ليا بيان سور كوم لور دو شاك اديسيون دي جوز اولمبيك دو نوفيل ديسيبلين كي انتر ان جو سيت اني سي لو بريك دانس فيغوريفو افيك بيان سور سيت نوفيل بارتيسيباسيون. اي بيان سور اي ليا deux Marocains qui vont prendre part à la compétition olympique de breakdance. Alors ça sera l'occasion pour bien sûr les Marocains de d'en savoir plus sur cette discipline et pourquoi pas voir des Marocains briller dans cette discipline qui est le breakdance. Un mot concernant la première édition de ce sport avec une participation marocaine en prime. Effectivement, il y a Fatem Zahra Mamouni qui est qualifiée chez les femmes et Bilal Malaf qualifié chez les hommes. Alors, ils ont été qualifiés suite au tournoi de qualification au niveau africain où Bilal était premier et Fatem Zahra était première. Donc, ce sont les numéros 1 africains qui ont été qualifiés. Alors, c'est une première fois où la discipline du breakdance rentre dans les Jeux Olympiques. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce sont les représentants du Maroc, mais aussi les représentants du continent africain. La Fédération royale marocaine d'aérobic et de breakdance a fait un travail énorme. Elle a été accompagnée par le comité olympique pour les préparer dans les meilleures conditions. Ils ont bénéficié aussi de stages au Maroc et à l'étranger. Ils ont bénéficié d'une bourse. Ils ont bénéficié de l'accompagnement pour participer à des tournois internationaux. Ils ont bénéficié de tout le dispositif dont j'ai parlé tout à l'heure, médical, mental, nutritionnel, kinésithérapie, etc. Et ils ont bénéficié des bourses. Donc j'espère que le Maroc sera présent et j'espère que nous aurons de belles surprises dans ces disciplines nouvelles. Il y a aussi une nouvelle discipline, si vous me permettez de toucher un petit mot, qui est le skateboard également. Le skateboard qui rentre pour le skateboard qui une nouvelle discipline olympique, mais également qui sera représentée par Aya Asqas, une jeune Marocaine, pour la première fois. Nous avons aussi une autre discipline où le Maroc décroche pour la première fois sa qualification, c'est le concours complet au sport équestre. Et également, une autre discipline nouvelle où le Maroc a décroché sa qualification, c'est le BMX avec Dim Harmouchi. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a des nouvelles disciplines et les Marocains sont présents parce qu'ils étaient numéro 1 africain pour se qualifier. وأكيد نتمنوا لهم التوفيق، نتمنوا التوفيق لكل الرياضيين المغاربة الذين سيدخلون تباعا غمار التباري بداية من يوم الأربعاء تنطلق منافسات كرة القدم الافتتاح الرسمي يوم الجمعة. نتمنوا التوفيق للرياضة المغربية وأكيد متابعتنا ستكون يومية لنتائج الأبطال المغاربة. شكرا لك سي حسن فكا، كنت معنا مباشرة من القرية الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، وضعتينا في صورة استعدادات اللجنة العالمية الأولمبية، اللجنة الدولية الأولمبية، وأيضا اللجنة الأولمبية المغربية لتحضيرات الأبطال المغاربة. وأكيد سنجدد التواصل معك أكيد في
قبل انطلاق الالعاب واثناء انطلاق الالعاب. شكرا لك سي حسن. مرحبا سي حسن. لا شكر على واجب. كل الشكر لك. بذلك مستمعينا نضع نقطه نهايه الجزء الاول من برنامج استوديو رياضه، تحدثنا في خلاله عن استعدادات الرياضه المغربيه للمشاركه في اولمبياد باريس التي تنطلق الجمعه القادمه. تكرموا بالبقاء معنا، نعود بعد لحظات بعد موجز الخامسه والنصف في الجزء الثاني من البرنامج. الخامسة والدقيقة 35 باستوديوات ميدي أن بطنجة، نجدد بكم الترحاب مستمعينا الكرام، نجدد الترحاب بكل من ونرحب بكل من التحق بنا اللحظة في الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة بعد الجزء الأول الذي خصصناه للحديث عن المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية التي تنطلق الجمعة القادمة في العاصمة الفرنسية باريس. تحدثنا مع وحل ضيفا معنا المدير التقني باللجنة الوطنية المغربية الأولمبية حسن فكاك، حدثنا من القرية الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس. نفتح اللحظة ونتحدث عن كرة السلة المغربية، كرة السلة المغربية التي طوت موسما جديدا عادت فيه الحياة إلى قاعات المغربية. التشويق كان على أشده على مستوى التنافس على مستوى كأس العرش وأيضا البطولة. أيضا المنتخبات المغربية بكل فئاتها شهدت أكيد عودة للتباري، بالخصوص قاريا وآخر المحطات كانت التصفيات الإفريقية عن المنطقة الأولى التي مكنت منتخب أقل من 18 سنة سواء في الذكور والإناث من التأهل إلى النهائيات. للحديث عن الموسم كرة السلة في المغرب يسعدنا أن نستضيف في عدد اليوم في الجزء الثاني سي هشام وحيدي المدير التقني بالجامعة الملكية المغربية لكرة السلة. سي هشام أهلا ومرحبا بك وسعادة لتواجدك معنا وتلبية الدعوة. بارك الله فيك، مرحبا بجميع المستمعين الكرام ومرحبا بي عندكم أخي الفاضل. مرحبا بك سي هشام. نبدأ بالحديث عن الحدث الأخير، تأهل المنتخب المغربي للإناث وللشبان لنهائيات كأس إفريقيا لأقل من 18 سنة بعد التصفيات المنطقة الإفريقية الأولى التي أجريت بالمنستير التونسية مؤخرا. يعني حجم الرهان كان كبير على عودة المنتخبات المغربية للتألق، واجهتوا مدارس عديدة بالأساس المدرسة التونسية اللي عندها عراقة في كرة السلة الإفريقية، استطعتوا أنكم تأهلوا. كيفاش كانت الاستعدادات سي هشام وأيضا المباريات الرسمية في المنستير في تونس خصوصا التفوق على المنتخب التونسي؟ كانت بسم الله الرحمن الرحيم، كانت الاستعدادات صارت في ظروف جيدة هنا في المغرب، وقمنا بواحد التربص اللي كان طويل المدى. بعد كانت واحد العملية عملية ديال الانتقاء خاصة على الصعيد المغربي وكذلك على الصعيد الأوروبي، قمنا بواحد عملية الانتقاء على مستوى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك بلجيكا، وعطتنا واحد من موزايك واحد مجموعة من اللاعبين مغاربة اللي كيمارسوا في البطولة الوطنية، مجموعة من اللاعبين اللي كيمارسوا في البطولات الأوروبية، وهكذا جمعنا واحد المجموعة ديال 5 لاعبين شاركوا معنا من الديار الأوروبية و7 لاعبين بالنسبة للذكور على الصعيد بالنسبة للذكور. وبالنسبة للإناث كانت هناك واحد 7 ديال الفتيات يمارسنا في الدوري الأوروبي بالإضافة إلى 5 لاعبات يمارسنا بالدوري المغربي. كانت الاستعدادات جيدة، قمنا بواحد مجموعة من اللقاءات هنا الصعيد المغربي بالنسبة لواحد اللاعبين كيمارسوا في الدرجة الممتازة هنا في المغرب. وملي رحنا للديار التونسية واجهنا المنتخب الجزائري لا على مستوى الذكور ولا على مستوى الإناث، وواجهنا أيضا المنتخب التونسي في مباراتين متتاليتين. الحمد لله كانت النتيجة جيدة لا على مستوى الذكور ولا على مستوى الإناث، خاصة أننا كنشوف هذا المنتخب ديال أقل من 18 سنة كنشوف فيه الفريق فريق المستقبل اللي غادي نحاولوا ما أمكن خلال السنوات القادمة.
أكيد نعتني به وباش نعزوه ببعض العناصر أخرى إن شاء الله وقاش ما بين شي عنصر اللي يمكن له يلبس القميص الوطني المغربي فغادي ننادي عليه لتعزيز هذا الفريق وهذا هو اللي غادي يكون الفريق المستقبل إن شاء الله لا على مستوى الذكور ولا على مستوى الإناث. الأهم هو أنه الاستحقاق يكون من نصيب أي لاعب يلتحق بالمنتخب المغربي. نتحدث شوية على 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 اللقاء أمام تونس. تفضل 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 سي هشام. هذه قاعدة وهذا مبدأ اللي إن شاء الله لن نحيدها أنا وأن كل من يستاهل يحمل القميص الوطني المغربي فغادي غير يكون بأن غادي نجلبوه اكيد. هذا هو المقابلة علاش عندها واحد النقطه خاصه بالنسبه للفريق ضد الفريق التونسي هو ان هذه واحد المده لا على مستوى الكبار ولا على مستوى الفئات العمريه ما كنا ما كانش انتصارات كثيره خاصه ضد الفريق التونسي فكتعرف الفريق التونسي هو كثير المشاركات عنده تجربه كبيرة خاصة على مستوى العمرية فكنلقاو بأنه من المنتخبات عنده أكثر عدد ديال المشاركات على الصعيد الإفريقي خاصة فيما يخص الفئة العمرية فأقل من 16 سنة كنظن بأن الفريق التونسي غادي يكون مشارك في الأدوار النهائية للبطولات الإفريقية للفئة العمرية أكثر من 7 أو 8 ديال المرات لا بالنسبة لأقل من سنة 16 سنة لا ذكور ولا إناث ولا أقل من 18 سنة لا ذكور ولا إناث في حين أن كنشوفوا بأن العدد ديال المشاركات ديال المنتخب المغربي لأقل من 16 سنة و 18 سنة فاحنا نحن بلد حديث العهد بالمشاركات والمشاركات ما كتعداش 4 ديال المشاركات وكنلاحظوا بأن في الأونة الأخيرة هناك بحال دابا مثلا في السنة الفارطة كانت المشاركة ديال أقل من 16 سنة واللي احتل فيه المغرب المرتبة الخامسة بالنسبة للإناث والمرتبة السابعة بالنسبة للذكور وللذكر فهو نفس المنتخب هذا ديال أقل من 18 سنة فهو المنتخب اللي كنا لعبنا به السنة الماضية لعبنا على مستوى الذكور وعلى مستوى الإناث تم تطعيمه ببعض اللاعبات وبعض اللاعبين أما حتى على مستوى التأطير فنفس المؤطرين الإطارين على مستوى الذكور كاين سي نزار المصباحي وسي بوغاش رشيد وعلى مستوى الإناث كاين خالد كاين سي تهامي سنوني وسي خالد بوبرطة والجميل هو انه هاد اللاعبين الشباب انهم يوجدوا نفس المؤطرين في نفس الفئات السنيه كيكبروا كيكبر معاهم الطموح وايضا كيكبر معاهم الطموح ديال التدرج في مختلف الفئات السنيه. تحدثنا على اللقاء امام المنتخب التونسي نتيجه مميزه جدا 85-58 قلبنا الارقام بين 58 و85 المنتخب التونسي امر جيد في انتظار التالق في النهائيات لانه سنواجه اكيد مدارس عريقه ايضا في 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 في, في المحطه النهائيه الشهر القادم. كيفاش تصوركم الإعداد لهذا المنتخبين المحطة النهائية من أجل البقاء على ذات التوهج اللي حققه لا الذكور ولا الإناث في المرحلة الإقصائية؟ بالنسبة للمرحلة القادمة إن شاء الله بإذن الله غادي يبدأ التربص بداية الشهر إن شاء الله بإذن الله واحد التربص اللي غادي يصعق قريب من 28 يوم ولكن هي متقطعة غادي يكون ستاج الاول اللي فيه واحد تقريبا واحد 10 ايام من بعد غادي يجيو دو زوتر ستاج ولكن الهدف من هذا لي ستاج هو ان ابتداء من ستاج الثاني وستاج الثالث وان ستاج الاخير ستاج ما قبل الاخير غادي يكون فيه ان شاء الله لقاءات دوليه غادي تكون هناك لقاءات دوليه تدير اون با افرونتي سيرتان ليكيب ديفيرونت زيكول افريكان لان للرفع من التنافسيه والاستئناس بمختلف المدارس وان شاء الله غادي يكون الستاج الاخير بور فير لي ريكتيفيكاسيون بور فير لي ديرنيير كوركسيون لي ديرنيير روتوش ان شاء الله. ما يميز هذه السنه بالنسبه للسنه الفارطه هو ان هذه السنه ان شاء الله مجموعه من اللاعبين بعدا كانوا لعبوا اقل من 16 السنة وكنا حققنا نتائج اللي كانت يمكن اعتبارها نتائج جيدة بأن لأن اللاعب اللي حصل على أكبر المسجل ديال الدورة
الماضيه في اقل من 16 سنه اللي هو صلحي مازال يمارس معنا، اللي جوار فير بلاي مازال كيمارسوا معنا. مع العكس من ذلك تم التعزيز ديال 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 الفريق. حنا ما تنقولوش بان غادي نمشيو نجيبوا لها لافرو باسكت، ولكن غادي نديروا الجهد ديالنا ونتمنوا اننا نكونوا في المربع لا على مستوى الذكور ولا على مستوى الاناث. بالنسبه لنا الا كنا في المربع الذهبي فهذا في حد ذاته يعتبر انجاز. هو الاهم في الفئات السنيه هو اكتساب التجربه والخبره وفوق الوصول للمنتخب الاول اكيد، لانه الهدف هو ان نشوف اكبر عدد من هاد اللاعبين يتدرجون في المنتخبات وصولا للمنتخب الاول. اكيد المنتخب الاول عندكم اكيد المنتخبات المغربيه. سي هشام وانتم المدير التقني للجامعه الملكيه المغربيه لكره السله، عندكم عين عليها، عندكم أيضا عين على البطولة هذا الموسم ولا كأس العرش. عرفات التنافس كبير لا على مستوى السيدات ولا على مستوى الرجال، لاحظنا متعة كبيرة في القاعات الرياضية. في نهاية المطاف الفتح الرباطي احتفظ باللقب، لقب البطولة الموسم الثاني تواليا، وفريق جمعية سلا استعاد نغمة التتويجات وتوج بلقب كأس العرش. كيفاش كتشوف يعني الموسم، موسم كرة السلة في الموسم المنقضي كيفاش شتي، خصوصا واننا عشنا واحد الفترة صعبة؟ صحيح نقولوا الموسم الماضي، الموسم قبل الماضي كان انتقالي، لكن هذا الموسم حسينا بالحياة، رجعت لكرة السلة. هو ما يمكن ان نقوله عن 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 البطولة هو ان كيف انا افلاش صغري انك قمت بمقارنه ما بين هذه السنه والسنه الماضيه، هو ان لا شخصيا كره السله كتعجبني كنتابعها. صافي بليزير. وقيلا كنت تابعتك انت ودي سي هشام. اييه كنت جابر، كنعقل بانك كنت من المتفرجين. حفظك الله ورحمك سي جابر، بارك الله فيك. اللي يمكن نقوله على البطوله هذه السنه هو ان لاحظنا بان كاين هناك رجوع ديال الجمهور، هي ان بدينا كنشوفوا بان القاعات امتلأت تمتلئ عن اخرها، كيف رجعت ديك لا ريبريزونتاتيفيتي سوسيال اللي كاينه عند كره السله، اللي هي يمكن نعتبرها ثاني ديسيبلين سبورتيف او ماروك ابري لو فوتبول. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه غادي نعطيك بعض الارقام. هو ان بحال مثلا الفريق اللي لعب النهائي ديال البطوله، بحال مثلا الفتح والجمعيه السلاويه لعبوا 35 مباراة، وهذا العدد هذا يكفي، هو ستان انديكاتور اللي كيبين بان اولا البطوله اللي كانت كتستمر واحد الوقت شهور 7 شهور دابا لعبنا فيها تقريبا 10 شهور، يعني 35 مقابله. بالنسبه للاناث لعبنا واحد تقريبا اكثر من 31 مباراة. إلى لاحظتي لي فينال بالنسبه للاناث ثلاثه ديال المقابلات باش كان من الحسم، بالنسبه للذكور كانت هناك اربع مقابلات واللي شهدت واحد لوطو دوديونس اوديو ديما. هو بغيناها تستمر لسبعه بحال ان بي اي، زعما يكون تكون فرجه اكبر. كانت مطالبه ربما من مجموعه من المحبين ديال كره السله المغربيه انه تغير الفورمه العام الجاي ان شاء الله. لا هادشي اللي كتقول صحيح، وهذا هو النهج ديال لان المقاربه اللي كتشتغل بها الجامعه الملكيه المغربيه لكره السله وعلى مجموعه من الاصعده هي عمليه التدرج. نذكر المستمعين بانه ثاني موسم تقام فيه المباراه النهائيه لمنافسه البطوله في سلسله من 5 مباريات. نعم. الى حتى لاحظتي كاين واحد العمليه، كاين واحد المقاربه ديال التدرج. حتى فاش كنهضروا على الشامبيونات ديال لي جون قبل، راه كانوا الفرق ملزمين غير باش يديروا اقل من 14 سنه، الفئه اقل من 14 سنه، والسنه اللي موراها درنا اقل من 16 سنه، والسنة اللي موراها درنا اقل من 19 سنه. يعني هذه المقاربه ديال 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 التدرج راه دائما غتبقى غاديه فيها الجامعه، والهدف منها هو الذهاب الى الافضل. هو الي دي نمشيو فير لو ميو، نمشيو ما هو افضل بالنسبه لا للبطوله ولا بالنسبه للتكوينات ولا بالنسبه للمنتخبات الوطنيه. ما يثلج الصدر هذه السنه عاود عرفت واحد الى بدينا نشوفوا الخريطه ديال
ديال ديال ديال ديال كرة السلة في المغرب الأندية في المغرب غادي نلقاو بأن واحد المجموعة من الفرق اللي عرفوا الصعود بعد ما مثلا هناك الله يسوف مدينة الصويرة اللي مدينة عريقة وعندها تاريخ وعندها باع طويل في التكوين وفي كرة السلة هي رجعت ليكسيرونس بالنسبة عاود لفريق ميدال تفاحة ميدال هو كيعرف الرجوع ديالو وبالمناسبة نهنئهم بصعودهم فريق الصويرة وتفاحة ميدال هذا الفريق هذا كنت قمت بالتدريب ديالو كنت عرفت معاه الصعود للقسم الممتاز إذا كان تذكر في 2018 ولا 2017 وهذه المناسبة كان هنيه له هو للفريق ديال لايت عرف صعود أيضا اتحاد طنجة بالنسبة للإينات وعرف صعود فريق الرجاء بالنسبة ملي كندوزو لا بروميير ديفيزيون وكندوزو لا دوزيام ديفيزيون هناك واحد المجموعة من الفرق اللي بدينا كنشوفوا بان الخريطه هي غاديه وهي كتوسع وبدينا كنشوفوا بان الفرق اللي كاين فرق اللي بدات كتهتم بكره السله وغادي تقول ان شاء الله باذن الله الكلمه ديالها هناك عاود فريقين اللي فاروا انتباهي هما اتحاد طنجه والمص اتحاد طنجه باء والمص باء حتى هما اللي عرفوا صعود وهذه واحد الظاهره اللي هي صحيه بالنسبة للفرق المغربية والجميل أيضا هو أنه تتمثيلية إفريقيا لاحظنا ظهور أكيد كان الطموح أنه يكون أفضل بالنسبة لفريق الفتح الرباطي في منافسات الدوري الإفريقي البال كان تغلب على فريق الأهلي المصري الجميل أنه هذا الأمر وهذه الحيوية وهذه عودة الروح لكرة السلة المغربية تنعكس على الأندية المغربية قاريا الفريق الفتح فريق جمعية سلا أكيد اتحاد طنجة فرق لما تمثل المغرب تقدم الأفضل الجميل أنه يكون هذا التنافس محليا وينعكس على صورة كرة السلة المغربية قاريا لا على مستوى الأندية ولا على مستوى المنتخبات هذه السجابيري كتبقى واحد الظاهرة صحية لأن يجب علينا قالك كي يفرمي اتن بي كي بي سوس كلاغوز باسكت كي يفرمي ولا انفرمي سور سوا كي نسوفق با سور ليكسبيريونس ديال لي زوت زيكول راه يلفي سوس كليروز هذه ظاهره اللي هي صحيه غير نقول لك واحد الامر اللي ربما كيعاتبوا الناس عليه ربما هذا مشروع هو انه المغرب لا يتوفر على قاعه بمواصفات مثلا اللي تلعب فيها البال في رواندا كان يكون الامر جميل لو اننا نتوفر على قاعه مثل هذه القاعات بكل الانيماسيون التي تحيط بالمباريات امر يكون جميل ولما لا المغرب يستضيف منافسه البال احنا ما نتمنى هو ان تكون واحد الالتفاته ديال المسؤولين المعنيين بهذا الامر على الصعيد الوزارات لان كره السله القاعات اللي كنلعبوا فيها اكطويلمون ما بقاتش عندها الطاقه الاستيعابيه تماما غير العدد ديال اللاعبين هذه من ناحيه من ناحيه اخرى كنتمنى ان الملاعب ديالنا والقاعات ديالنا ايكيبا او موان بار لو باركي الباركي لان حتى الباركي راه تيولي واحد العنصر تماما ديال اللعيب اللي كينعدم في سميتو بالنسبه للارينا وما كنتمنوا ان الارينا ديال طنجه تفتح في القريب العاجل رغم ان ما يمكنناش نقولوا بان واصل للمستوى ديال بحال مثلا ديال اللي زارنا اللي كاينين اكطويلمون اون افريك في انتظار ان ان شاء الله باذن الله هاد لي ستاد دو فوتبول اللي غادي يكونوا ان شاء الله هذا في 2030 خاصه ان سياسه الدوله تتجه نحو بناء قريات رياضيه ماشي سي دي كومبلكس دي فري كومبلكس نو بصوص بحال لو كادرابا اللي فيه البيسين اولمبيك فيه اون سال كوفيرت بوكو با لو كرون تيران لو كرون ستاد دو كازابلانكا ان شاء الله باذن الله تكون فيه ارينا اللي كتحمر له جهه المغرب خاصه ان كره السله هي اون تران دو كونيتر ان كرون انغومون وكاين ان انتيري دو لا بار دي جون وحتى الجمعيه المغربيه الملكيه المغربيه راه في ان سيرفيس بوبليك او ميم تيتر ك والانديه ايضا تلعب دورها تكون برامج تكون يعني مشاريع رياضيه جيده من اجل الارتقاء دائما الرقي نحو الافضل في كره السله المغربيه على غرار ما تشهده كره القدم اكيد انه تكون
يكون مختلف المتدخلين كيتحدثوا نفس اللغة من أجل خدمة كرة السلة المغربية. شكرا جزيلا لك سي هشام واحد المدير التقني للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة على هذا الدردشة على هذا الحوار. تحدثنا خلاله عن المنتخبات المغربية بالأساس المنتخبات المغربية الفئة السنية أقل من 18 سنة أيضا تقييم ولو قصير ويعني موجز المنافسة البطولة وأيضا كأس العرش. أكيد سنجدد التواصل معك في شؤون كرة السلة المغربية من أجل تقريبنا من الجديد وأيضا الوقوف عند مكان من الخلل والتصفيق أكيد لكل المنجزات. شكرا لك سي هشام. شكرا سي جابيري، شكرا على الاستضافة، حياك الله. بذلك مستمعينا نأتي إلى نهاية هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة. تحدثنا خلاله في ملفين، الأول خصصناه للحديث عن المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية التي تنطلق رسميا الجمعة القادمة بالعاصمة الفرنسية باريس. كان معنا ضيفا من القرية الأولمبية مباشرة المدير التقني للجنة الأولمبية المغربية حسن فكك. وفي هذا الجزء الثاني كما تابعتم مستمعينا تحدثنا عن كرة السلة المغربية. نضع نقطة نهاية هذا العدد، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، بقية أوقات ممتعة رفقة برامج ميديا.